السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكل مشاهدينا وحلقة جديدة من برنامجكم النهاردة. كل سنة وانتم طيبين. طبعا خلاص العام الدراسي الجديد بدأ، احنا النهاردة عندنا حلقة خاصة هنتكلم فيها ازاي ولادنا ينظموا وقتهم، يبقوا ماشيين على نظام من بداية الدراسة. هنتكلم كمان في فقرتنا التانية عن أفكار مبتكرة علشان نحبب الأطفال في الأكل اللي بياخدوه معاهم المدرسة. تعالوا نبدأ مع بعض، وأول فقرة معانا النهاردة مع ضيفتنا أميرة جمعة، رئيس قسم الدراسات العربية بأحد المدارس الدولية، اللي هنتكلم معاها عن طرق وافكار وترتيب وتنظيم الوقت، وازاي ولادنا يذاكروا بشكل سليم وينظموا وقت المذاكره والرياضه والتسليه طول اليوم. اهلا بيكي يا امير. اهلا بيكي يا دعاء. اهلا بيكي. احنا عايزين نبدا كده ونتكلم عن طريقه تنظيم الوقت للولاد بعد ما يرجعوا من المدرسه. تمام. بصي، اهم حاجه في الموضوع ده الروتين اليومي. انا لو ابني بيرجع من المدرسه لازم اكون عارفه هيرجع الساعه كام، لازم استقبله انا شخصيا على قد ما اقدر. طبعا في اولياء امور بيكونوا بيشتغلوا وما بيقدروش يستقبلوا اولادهم، فلازم احط له البديل، انظم له يومي، حتى يعني لو قلنا على يومه على يومي، فبمعنى ان انا على حسب ظروفي. مش عايزه اقول حاجه عامه تنفع الكل، اكيد كل واحد بيبقى ليه ظروف مختلفه، ولكن اهم حاجه ان انا احط لها روتين، فبحيث ان الطفل من اول ما يجي لغايه ما ينام هو عارف هيعمل ايه بالترتيب الخاص ده. وكل مره بقى في اجازه اللي هي الاسبوعيه ابتدي بقى انوع في الانشطه اللي ممكن اعملها مع الاولاد، ولكن هو عارف وقت الدراسه لازم يكون فيه روتين منظم وهو عارفه. بعد كده انا بعلمه خصوصا في المرحله الابتدائيه، لما باخد مجهود جامد جدا معاه في المرحله الابتدائيه بيجي خلاص بقى بسيبه بقى في اعدادي وثانوي هو مسؤول عن نفسه، بيكون حفظ وعارف، ومجرد متابعتي هتبقى ما زلت بتابع ولكن من بعيد شويه عن المرحله الابتدائيه ومرحله الرياض الاطفال والحضانه وكده. يعني المفروض في ابتدائي الام ما تقعدش تذاكر؟ لا، بصي، هي حته بذاكر ومش بذاكر دي من دلوقتي تقريبا ما بقاش النظام زي زمان. المدارس كلها حتى الحكوميه او الخاصه او الدوليه بقت نظام ان حتى المناهج اتغيرت نفسها، فبقت الطفل لازم يرجع عارف الحاجه من المدرسه. مش عارف الحاجه من المدرسه هبتدي اتابع مع المدرس هو ليه مش عارفها، او انا اتابع مع الطفل يمكن بيتدلع شويه يقول مش عارفها عشان يخلص نفسه او حاجه زي كده. فاهم حاجه ان انا لما يجي ابص على الواجبات بتاعته او جدوله. يعني في بعض المدارس هنقول انها بتدي الكتيب المتابعه ده، لكن في بعض المدارس تانية لو ولتكن مثلا مدارس حكومية مش بتدي الكتيب ده. هتابع بأولادي من خلال الجدول المدرسي، خدت ايه النهاردة، انجليزي، عربي، رياضيات، علوم، وهكذا. اتابع معاه كل حصة خد فيها ايه، وابتدي بقى اعمل له جدول بأي حاجة، بورقة وقلم، بكمبيوتر ماشي، بورقة وقلم ماشي، كله متاح. ان انا اعمل جدول زي جدول المدرسة بالظبط، وكل حصه ليها بقى ميعادها، لا اما مذاكره لا اما واجب. انا حتى دايما اعلم كده اولادي في المدرسه ان هم في فرق ما بين المذاكره والواجب. المذاكره على الاقل اقرا الدرس، اقرا المعلومات اللي انا كتبتها ورا المدرسه في الحصه، افتكر هي قالت لي ايه، فاتناقشوا مع مامتي او بابايا او اي حد ولي الامر اللي عايش معايا. والواجب ده بقى حاجه تانية، الواجب ده بقى محدد ببتدي اعمله، لكن انا اروح البيت عشان مجرد ان انا اعمل الواجب بس، ده بقى بيؤدي الى ايه، انخفاض في مستوى الطفل. بس اوقات كتير بتبقى الواجبات كتيره لدرجه انه بيفضلوا بعد الغدا لغايه النوم بيعملوا في الواجبات دي. صح، عندك حق. عشان كده بقول احاول اشوف، انا بطلب منه انه يدير وقته صح، فبالتالي انا لازم ابتدي البدايه دي، انا لازم ابتدي ادير وقتي انا صح، ما يبقاش في وسط ما هو بيكلمني انا بتكلم في التليفون، ما يبقاش مثلا ان انا بستقبل جارتي وبرغي معاها شويه عشان زهقانه، ما يبقاش ان انا مشغوله عنه بحاجه وهو جاي بيسالني سؤال. فانا لما هنظم انا وقتي هينظم وقته. وفعلا في بعض الاحيان، في بعض الايام بتبقى الواجب تقيل على الاولاد. هي الفكره في ايه دعاء، زي ما كنت بقول لك قبل الحلقه، ان انا عايزه ولي الامر والمدرس واي مربي يعلم الاولاد ان التعليم ده نوع من انواع الجهاد في سبيل الله. فانا لو عرفت ابني انه ده جهاد في سبيل الله، وانه زيه زي ما بحارب وبشارك في حاجات فيها جهاد في سبيل الله، ده نوع من انواع الجهاد في سبيل الله عشان اعمر الارض، بحيث ان هو ما يفتكرش انه داخل المدرسه وهيعمل مجهود وعلى طول عنده مذاكره، فيعيني ده صعب وده حاجه وحشه يا ماما وانا ما بحبش المدرسه او حاجات زي كده. لا، انا بعمل جهاد في سبيل الله، باخد عليه ثواب،
باخد ثواب وانا بركب من اول ما بمشي من بيتي لغايه المدرسه، باخد ثواب وانا في المدرسه، باخد ثواب وانا راجع، باخد ثواب وانا بعمل المذاكره. فلازم اعلم ابني النقطه دي، ان هو ما بيعملش حاجه قليله، بيعمل حاجه كبيره جدا وهتعود عليه بعد كده، بحيث انه يحس بمعنى هو ليه بيعمل المجهود ده كله، يعني ليه، عشان ايه. بلاش بقى استخدم انه ايه احسن تطلع شغال، احسن تطلع بواب، احسن تطلع، لا بلاش طبقيه في الكلام. لا انا هستخدم له ان هو عشان تطلع بني ادم كويس. يعني انا حتى دايما انا ابني شخصيا بقول له الكلمه دي، يقول لي احسن اطلع يا ماما واحد مش غني او كده. قلت له ان شاء الله الواحد يبقى زبال بس يبقى شاطر في مهنته. مش مشكله المهنه ايه، المهم يبقى شاطر فيها. فده اهم حاجه اعلمها له، شاطر فيها ازاي، بطريقه التفكير. طريقه التفكير دي هتجيلي منين؟ بالالتزام، بالنظام، بان انا مرتب حاجتي، مش ان انا عرفت واحد زائد واحد كام، مش هي دي النقطه. مثلا في ولاد ويمكن الصبيان شويه اكتر من البنات في الحكايه دي ما بيحبوش المذاكره. يجوا من المدرسه مش عايزين يذاكروا، وتقعدي جنبه يلا حبيبي يلا عشان نخلص يلا عايز انام، عايز اكل، عايز اشرب، تعبان، زهقان، مصدع، بطني بتوجعني، الحجج دي. الام تعمل ايه؟ طيب بصي، انا اول حاجه لما اكون عايزه في نظام جديد هعمله مع ابني لازم اقعد معاه قعده عيله. يعني اقعد مع اخوه الكبير، مع زوجي، مع اخواته، مع انا لوحدي، على حسب. هقعد معاه قاعده لاتفاق جديد، هخرج معاه خروجه وهنتفق اتفاق جديد. الاتفاق الجديد ده ان انا ايه رايك، احنا انا حاسه انك انت محتاج دعم شويه في المذاكره، تعالى نعمل اتفاق مع بعض، وابتدي احط معاه الخطه اللي هنشتغل عليها بعد كده. لما تيجي ده مكان الشنطه بتاعتك، ده مكان المذاكره، هنحط الحاجه بالترتيب اللي انت عايزه. مثلا بحب العربي الاول، بحب الانجليزي الاول، بالترتيب اللي هيخلص اللي هيبقى عليا على اليمين، واللي هيخلص هحطه على الشمال، واروح عامله له جايبه له منبه صغير او عن طريق الموبايل او اي حاجه، اعمل له اللي هو اداره الوقت من خلال الموبايل، واروح حاطه له مثلا الواجب ده انا هسيب لك فيه مثلا 10 دقائق. هو انا عارفه ان هو هياخد منه ايه 8 دقائق مثلا، اروح مديه ايه ده ممتاز، وهكذا. اتفق مع الاتفاق قبل ما ابتديه، فبالتالي لما اجي ابتدي ابتدي اقول له بقى فاكر اتفقنا، فاكر النقطه الفلانيه، طب ما انت محتاج ايه دعم، طب محتاج 15 دقيقه ازيد في الحته دي. ولو خلص قبلها ابتدي ايه اقول له كلمه كويسه، اعمل له ولو 5 مرات اروح جايبه له هديه. ودايما بقول ان بلاش الهدايا حاجتين، لا لعبه ولا اكل. دايما لما اجي اكل يعني لا الحلويات والحاجات دي، لا ولا حلويات ولا اكل ولا خروجه اكل ولا خروجه اكل. دايما المكافاه تبقى من خلال، حتى لو خروجه فيها اكل، بس حته ان انا هنخرج مع بعض. مش عشان احنا ناكل، مش الهدف الاكل، هنخرج مع بعض. فدايما تبقى كده المكافاه، نبعد تماما عن اللعب والاكل، نخليها هقرا لك قصه بالليل، هتيجي تنام جنبي النهارده، هنجيب هنلعب مع بعض لعبه الليدو والسلم والتعبان، شطرنج، دومينو، هنلعبها مع بعض، هنقعد نتفرج على فيلم ونعمل شويه فشار، وهكذا. يعني حكايه الثواب والمكافاه دي مهمه برضو جدا، مش جداً. عقاب كله عقاب، دايما يبقى في حاجه تشجيعيه. يعني حتى نجيب كده سبوره صغيره او ركن معين عندي في البيت، وابتدي اعمل جدول ليه هو حتى للمكافئات، وكل 5 اروح جايبه له حاجه، كل وبالاتفاق. زي العقاب فلوس، ينفع فلوس ممكن، بس يكون لها هدف. يعني حتى لما اختار الفلوس يكون لها هدف، هيعمل بيها ايه. ممكن يعملها صدقه، ممكن يجيب بيها حاجه هو نفسه فيها. حتى لو لعبه بقى ساعتها، ممكن بقى ساعتها ان هو يحوش، يجمعها لغايه ما يكون كذا، يحط جزء منها لله وجزء منها يجيب بيه الحاجه الحلوه اللي هو عايزها، وهكذا. طيب قولي لي بقى بالنسبه للتمارين الرياضيه، يعني انه برضو الولاد في فتره المدرسه بيبقى برضو عندهم تمارين، دي بتاخد برضو من وقت المذاكره. طيب هنقول بقى بالنسبه للتمارين، اول حاجه هبتدي بالتحذير قبل ما الحاجه التحذير عندي في التمارين اللي هو 3 4 تمارين 24 ساعه في الشارع، عشان اصل الولاد بياخدوا تمارين فانا هعمل ايه. لا، دي اكتر حاجه غلط انا بشوفها كتير جدا مع اولياء الامور. فلا، انا التمارين معناها ان انا هدي تمرين برياضه معينه ابني متفوق فيها، فهبتدي اديله التمرين ده بمواعيد محدده مناسبه لمدرسته.
طيب انا عايزه ادخله فريق وكلام من دوا والرياضه عندي مهمه، مفيش مشكله، بس تبقى قدرات ابني كده متناسبه، ان يبقى فيه توازن ما بين التمرين وما بين الهوم ورك اللي بيتعمله. ولازم اقول للمدرسين وللمدرسه ان مثلا الواجب ده لو ما تقدمش هيتقدم بعدها بيوم، عشان خاطر انه في بطوله او في فريق معين كبير او حاجات زي كده. فلازم اعمل توازن. هي مش النقطه ان انا هخلي الولد اصله هايبر كده وحركه كتيره فهوديه تمارين كتيره، لا، تمرين مع نظام في البيت، لان النظام ده بيعلمه الهدوء اكتر، مش التمرين هو اللي بيعلمه الهدوء. التمرين بيخرج طاقه، ولكن النظام في البيت بيعلمه السكينه والصبر وهكذا. وحابه اقول برضو لمعظم المشكلات بتاعت الاطفال اللي عندها تركيز او فرط حركه، ان هم يستخدموا حاجتين، الليجو اللي هو المكعبات، وكل ما تكون صغيرة ودقيقة وهيعمل حاجة هتاخد مدة طويلة يكون أفضل، والكتب اللي هي بتاعت ابحث عن، دايما أرشحها للأولاد دي، ابحث عن الزرار اللي لونه أحمر فيبقى فيه أشكال كتيرة قدامه ويفضل يدور عليها، فالكتب دي كويسة جدا لزيادة التركيز والهدوء عند الأطفال. طيب مثلا لو تقترحي كده جدول كده مثلا لتنظيم اليوم بعد المدرسه ممكن يبقى ايه؟ زي ما بقول لك، يعني هي هتبقى جدول من ناحيه السلوكيه، جدول سلوكي بدي عليه بقى المكافئات، وجدول تاني شبه جدول المدرسه، حد اتنين تلات اربع خميس، بس هحط فيه ايه، خميس جمعه سبت، عشان يحس فيه ان لا ده في يوم هاخده للترفيه. فلازم يكون عندي يوم للعيله، لازم يكون عندي يوم للعيله، لازم، ما في، حتى لو عنده مذاكره ايه، لازم في يوم كده اسحبه ما يبقاش فيه مذاكره، ويبقى يوم عائلي، يعني مش اليوم ده برضو اللي هيقعد فيه مع حد لا، كفايه بقيه الايام، ممكن الام العامله بالذات ما بتشوفش ولادها مده من الوقت كبيره. فاهم حاجه يبقى عندي يوم للعيله، يعرف فيه ازاي يتعامل مع جده وجدته وخلانه وخالاته، يعمل زيارات، لازم يكون عنده الحياه دي. عايزه برضو قبل ما وقتنا كده يخلص اسالك على اللغه العربيه، لان طبعا انا عارفه انت ازاي بتحبي العربي، وممكن يكون كتير من المدارس وكتير مننا برضو مش مركزين قوي في العربي. يمكن مثلا اللغات اللي بيدرسوها في المدرسه بتاخد وقت ومساحه اكبر، ده حقيقي، فبنهمل العربي للاسف. ايوه ده حقيقي. بصي، اهم حاجه انا نفسي يعني كأم لازم اتعلم المبادئ الاساسيه بتاعت القراءه، فالتشكيل والمدود والشده والحاجات اللي زي كده والتنوين اتعلمها، عشان لما اجي املي الاولاد امليهم صح. دي اهم حاجه. تاني حاجه ان انا اشجعه على القراءه اليوميه، لازم يكون عندي مكتبه فيها قصص انجليزي وقصص عربي. حتى لو قرا الدرس، يعني مع الاطفال الضعيفه ممكن اقول حتى لو قرا الدرس لازم يقراه يوميا، بحيث ان انا اشجعه على فكره القراءه نفسها باللغه العربيه. يا ريت نبعد على ان احنا نستخدم كلمات انجليزي طول الوقت، بصراحه اللي انا بقولها باكسنت صح مع الاولاد، بنطق صحيح في الانجليزي، هو مجرد ان انا بدعم له الانجليزي، لا، الاولاد ياما العلماء بتوعنا كلهم سافروا بره وتعلموا انجليزي وكل حاجه، لان الانجليزي سهل. لكن الصوتيات في اللغه الاجنبيه يا دعاء 41 صوت. في اللغه العربيه لو قلت لك اضعاف اضعاف اضعاف، الصوتيات الاساسيه فوق ال 400 وشويه. اضربيها بقى في المقاطع الصوتيه فهتوصل لك الافات مؤلفه. فعشان اعلم العربي ما نقولش بقى صعب، دايما اقول الكلمه دي، ما نقولش صعب، نقول قوي. قوي. العربي صح. قوي جدا. محتاج مجهود. غير ما ماده سهله مش محتاجه المجهود ده. صح. فلازم اديله تقله في حياتي اليوميه مع الاولاد. يعني احنا المفروض في اهتمامنا بالعربي انه على الاقل نعمل قراءه يوميه، نقرا، نملي، ايوه، ونعمل الواجبات الاساسيه بالظبط كده. هو النحو طبعا ايه
احنا نفسنا انت نين المدرسه ايه لما بيجيلي مثلا؟ لا النحو ده بصراحه ارجعي للمدرس عشان برضو ما لخبطهوش، يعني النحو ده تخصص لكن القراءه مش تخصص، فالنحو ده تخصص ارجع للمدرس، ارجو انك انت تشيرني مثلا ادخل على رابط معين في الانترنت مثلا اجيب منه شرح حاجه معينه، تسهل عليا ان انا افهم اساعده ازاي، ابعت لي مثلا حاجه وهكذا، يبقى التواصل ما بيني وبين المدرس في النحو، في النحو بالذات في اي تخصص. يعني انا ممكن اعلم ولادي مبادئ شويه في الانجليزي او في الرياضيات، ولما يكبر لا يعني تفاضل وتكامل وميكانيكا واستاتيكا خلاص، يعني فاي تخصص ليه ناسه، ارجع بقى للناس بتوعه. والحفظ بقى ازاي نخلي الحفظ سهل كده ومش تقيل؟ الحفظ بالكتابه احسن حفظ، وبعد كده اقسم مقطع اول مقطع تاني وهكذا، حتى لو عندي حديث او عندي شعر او كده اقسم البيتين الاولانيين وهكذا، البيتين التانيين لما اخدهم ألضم معاهم الأولانيين، يعني حتى في القرآن سطر لما أجي أخد التاني أحفظ ده خمسة وأخلصه، وأحفظ ده خمسة وأخلصه، خمس مرات أكررها وأروح حاطة الأول والتاني وأقولهم مع بعض وهكذا، التالت لوحده خمس مرات وأروح جايبة الأول والتاني والتالت وهكذا. أفضل وأفضل إن أنا لو بالكتابة بقى، يعني بعد ما أعمل كده أروح كاتبة مرة واثنين وثلاثة، فالكتابة بتثبت جامد جدا الحفظ. يعني ممكن لما يكبروا شوية يرضوا يكتبوا، لكن هو صغير هيبقى عايز يكتب كمان. لكن هو ممكن يعمل بقية التقسيمة دي، يعني حتى لو في حديث مثلا أو نص مثلا معين أروح واخدة مثلا أول شطر فيه لغاية الفصلة لغاية النقطة، وبعد كده وأقسمه كده واحد اثنين ثلاثة أربعة، وابتدي ها يلا شاطر عملت الأولانية، هندخل على الثانية، هناخد الاثنين بقى مع بعض، هندخل على الثالثة نحفظها لوحدها، وبعد كده اروح حط عليها الجزء الاول والثاني وهكذا. والاناشيد بقى دلوقتي اغلبها موجوده على النت في شكل اغنيه، دي كويس ان انا افتحها للولاد يحفظوا بالموسيقى؟ طبعا طبعا طبعا، يعني الحاجات اللي هي كل ما هستخدم حاسه زياده كل ما هيبقى احسن لي في التعليم ان انا اعلم الاولاد بيها، فمش مجرد الاستماع، لا لو استخدمت كمان النظر والاستماع يبقى افضل وافضل، طب نظر واستماع وكمان ايدي يبقى افضل وافضل وافضل، فكل ما استخدمت حاسه زياده كل ما هيكون احسن في التعليم. عايزاكي بقى يا اميره في النهايه كده تدينا نصائح اخيره. ثلاث نصايح بقولهم يقوم قابلها. أول حاجة الروتين اليومي اللي احنا اتكلمنا عليه ده كله. تاني حاجة منع الشاشات، يعني شاشة تلفزيون، شاشة موبايل، شاشة آيباد وهكذا، منع الشاشات. تالت حاجة منع المواد الحافظة، الأكل اللي فيه مواد حافظة، فبالتالي لو الثلاث حاجات دول بيعمل زيادة في التركيز للأولاد وبيخليه أكثر هدوءا وأكثر نظاما وكل حاجة. فلو أنا عايزة أساعد ابني أمشيه على الثلاث شروط دي، الروتين، منع الشاشات، منع المواد الحفظ. الشاشات هبدلها برياضة وهبدلها بألعب معاه الحاجات الكوتشينة والدومينو زي ما بقول لك والكلام ده كله. ممكن في آخر الأسبوع ياخد له مثلا نص ساعة إلى ساعة لعبة أو فرجة على التلفزيون. بالنسبة لل احنا قلنا ايه الروتين والشاشات والمواد الحفظ، فمفيش بقى شيبسي وبيبسي والحاجات اللي زي كده، المواد المياه الغازية واللي هي المشروبات الغازية والحاجات اللي فيها مواد حفظ. مفيش حاجة اسمها طبعا همنحها 100% ولكن مش اقلل، ما اجيبهاش في البيت، تبقى حاجة كده جاية بالصدفة بوقتها، عند حد في عيد ميلاد، خرجنا مع بعض برا وهكذا، فكفاية كده لكن ما جيبهاش وحطها في بيتي. أميرة بشكرك جدا على المعلومات اللي خدناها النهاردة، وربنا يوفق كل ولادنا يا رب. يا رب إن شاء الله. يا رب إن شاء الله. شكرا لك يا حبيبتي. ومشاهدينا احنا دلوقتي وصلنا لفاصل، وبعد الفاصل هنشوف فقرتنا التانية وطرق جديدة وأفكار جديدة علشان نعمل أكل شكله حلو يشجع الولاد على الأكل في المدرسة. خليكم معنا بعد الفاصل.